ثاني راح نتعرف على مسألة توثيق البطولات للأندية في المملكة العربية السعودية وكيف يتم التعامل معها وما هي آلية الاتحاد لعملية التوثيق. عن مسألة آخر ما حدث موضوع توثيق البطولات، ما هو المستجد في هذا الموضوع؟ أبداً، إحنا طلبنا من الأعضاء الجمعية العمومية 47 نادي أنهم يبعثون بأسماء ممثلين لهم فيما يخص هذا المشروع. أعتقد أنه مشروع هام جداً لنا كمحبين لكرة القدم السعودية، توثيق تاريخ يعود لسنوات طويلة لابد أن يرى النور إن شاء الله، وحيكون تحت أنظار الجمعية العمومية وممثلي الجمعية العمومية، وسيعقد اجتماع إن شاء الله قريب لهم بوجود أيضا بعض خبراء من الفيفا، تم ترشيح من الفيفا، وسيتم الاتفاق على آلية العمل وعلى الخطوات القادمة، سيتم الإعلان عنها في وقتها إن شاء الله. أبو سلمان، أعرف أنه بعض الأندية ما عندها رغبة بموضوع التوثيق، كيف راح أنتم توجهون هذا خاصة أنه في ضغوطات إعلامية جماهيرية على هذا الموضوع؟ ما في، هو بالنهاية إحنا نريد أن نرصد هذا التاريخ، وسيكون يعني كل شيء بنقاش مفتوح أمام الجميع. أنت يعني تاريخ ما تقدر تلغي منه يعني أي شيء، التاريخ واضح ومعروف، لكن أيضا لابد أن تكون الآلية تحت إشراف وأنظار أعضاء الجمعية العمومية كسلطة تشريعية عليا. لا يعني بالنهاية أنت مش الهدف أنك أنت ترضي نادي معين أو تزعل نادي معين، بالنهاية التاريخ لابد أن يرصد ويوضع ويوثق بطريقة تشرف عليها الجمعية العمومية وتكون معروفة للجميع، بغض النظر عاد من اللي يعني راح يرضى أو ما يرضى، هذا أمر راجع له يعني. طيب، يعني الأندية الجماهيرية، أنا أعرف بعض الأندية ما قدمت يعني أنت ممثل لها في هذا الموضوع كنوع من الاعتراض أو عدم الرضا في هذا الموضوع. طبعا هو يعني أنا ما أحب أصنف الأندية سواء كانت جماهيرية أو لا، لكن أعتقد اليوم لو أخذنا أندية دوري روشن 16 فريق الموجودة الآن، أعتقد أن جميعهم ردوا وأرسلوا ممثلين لهم، فيعني بالنهاية هو حق مشروع لكل نادي، الدعوة وجهت لكل الأندية، لكن أغلب الأندية أعتقد اللي موجودة في دوري روشن ردت على المراسلة، وراح يعني يبعثون أو حددوا ممثل لهم سيكون موجود في الاجتماع الأول إن شاء الله. يعني شيء مطمئن نقول إحنا للإعلام والجمهور إنه كل نادي أرسل الممثل حقه، يعني في أندية صحيح محاولة لإرضاء الجميع، يعني ما في شيء مرضى. إحنا الآلية لابد أن تكون تحت إشراف الجمعية العمومية. الجمعية العمومية اليوم هي اللي عندها السلطة التشريعية العليا. أغلب الأندية إذا مش كلها في أندية دوري روشن أرسلوا وردوا على وجود ممثل. بعض الأندية مثلا، خلينا نقول مثلا بعض الأندية في دوري درجة ثانية أو ثالثة، يعني رأوا أنهم يعني ما يبغون يدخلون في هذا المشروع، وهذا حق راجع لهم. إحنا أتحنا الفرصة لكل أعضاء الجمعية العمومية، واللي رد فيه الخير والبركة إن شاء الله. أخيرا في هذا الجانب، متى راح يتم البت والإعلان بشكل نهائي عن البطولات الأندية؟ إحنا نوثق تاريخ، التاريخ هذا يشمل بطولات بشكل كامل. الفريق العمل اللي سيجتمع اللي هو ممثلين الأندية سيضع الخطة كاملة وراح يعلن، بس المفروض الأمر ما يأخذ يعني أكثر من عدة أشهر. الأهم مش الوقت، الأهم أن تكون الآلية يعني واضحة وسليمة للجميع، وتكون يعني بمنهجية معتمدة من الجمعية العمومية، وبوجود أيضا خبراء مرشحين من قبل الفيفا على أساس يأخذ المشروع مصداقية عالية جدا، ويكون أيضا دقيق في آلية وضع هذا التوثيق. كلمة أخيرة خليها لك، المساحة لك. أبدا، يعني دائما برنامجكم برنامج مميز، ويعني نسعد بمتابعته ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.